اهلا وسهلا بكم مجددا متابعينا مشاهدينا الكرام، عدنا لكم من خلال هذا البث المباشر. كما كتشاهدوا معنا تتجدد الوقفات الاحتجاجيه امام المستشفى الجامعي بفاس. بطبيعه الحال عاملات وعمال ما زال كيطالبوا بالحقوق ديالهم. الوقفه الثالثه اللي الان كيحتجوا امام المستشفى، هم كيشتغلوا وكيشتغلن داخل شركات تشتغل داخل المستشفى الجامعي. وقفه احتجاجيه اللي استمرت دابا، هذه الوقفه الثالثه، وحضور المكتب الاقليمي ديال طبيعه الحال نقابه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. والاحتجاجات متواصله والمطالب مازال ما تم يعني استجابه بطبيعه الحال للمطالب ديالهم. كتشوفوا عاملات وعمال والاعضاء ديال النقابه بطبيعه الحال الاتحاد العام للشغالين. نبقاو معكم متابعينا الكرام. هادو راه 14 عام، كاين مول 11 عام، كاين مول 12 عام داير لهم رزقهم، خاصهم يعطيوهم رزقهم، خاصهم يعطيو الناس فلوسهم. وراه عباد الله عيات، راه عباد الله طابت، والسلطات المحليه حتى هي كذلك خصها تدير الجهد ديالها باش تشوف من هادشي. هادشي خصو يتسحل فيه تحقيق، اولا تحقيق خصو يتحل تحقيق في العلاقه ما بين الشركه وما بين المدير المستشفى والمسؤولين ديالو. الا كانوا اسيدي بارئين راهم بارئين، والى ان يثبت العكس. هاد الشركه اللي كانت كتاخذ هاد الصفقه دائما في هاد المستشفى، ما كاين حتى واحد كينافسها تبارك الله، واخا مزيانه. اذا هادي في المستوى، اذا هادي شركه كتعطي الحقوق ديالها. الراجل تيقول لك انا تنصرح بايام الشغل او ساعات الشغل كامله، هو ما تيصرحش بها كامله. كاين هنا اللي كيصرح به 18 ساعه، الراجل تيخدم 12 ساعه ماشي 18 ساعه 18 يوم. كاين هنا الراجل اللي تيخدم 12 ساعه في النهار، كاين كيخدم 9 سوايع، وكاين ما يوفي. شحال انت تعطيهم ب 2100 درهم وتتقول حد عندنا الاجور؟ 2100 درهم ماشي حد عندنا الاجور. ودابا هذه عام زاد لهم رجعت 2500 درهم، حتى هي ماشي حد عندنا الاجور. كاين ما دابا شوف، ما تخدكش الحالات، وحالات راه مصيبه. والمستشفى ما كاينش، زعما عوموا بحركم. وملي كيمشيو يدخلوا دابا شكون اللي كيجي يسلط عليهم؟ الناس اللي مستشفى. خاصك تسني الكونترا، اش هادشي تديرو؟ اش بينكم وبين هادشي؟ بحال تقول هادو يهود، وراه اليهود ما نعيبوهمش، ولكن بحال تقول هادو زعما خارج هاد المنظومه ديال المغاربه. ما عرفت شنو نسميهم، ما عرفت. واش الا مشى للنقابه واش مصيبه؟ الا مشى للنقابه واش مخالفه للقانون؟ واش الا وقف يدافع على حقه واش مخالف للقانون؟ تيدافع على حقه، وحتى واحد ما تيتدخل في هاد الناس، حتى واحد ما تيتدخل في هاد الناس، حتى واحد ما قال نجي نشوف هاد الناس مالهم. غير هاد المدينه سبحانك يا جاد، غير هاد المدينه. واش هما شحال هما واقفين؟ ثلاثة د الوقفات. شوف واش سولني، واش جا شي واحد سول فيهم كيما بغا يكون كيف ما كان نوعه، وتقول هانتوما تما بحال الكلاب كتغوت. سي ادريس ابلا، شفنا ثلاثه ديال الوقفات الاحتجاجيه، ديال الوقفه الثالثه، واش كان شي تواصل مع المستشفى الجامعي ولا سول فيهم؟ وما سول فيهم حتى واحد. وهادو بحال حنا انا منهم، بحال شي كلاب كيغوت. هما تيغوت، راكم كتغوتوا تما تتعياو وتسيروا. والمصيبه الكبيره ان اللي لداخل داير كارثه صاحبي، داير مصيبه. المستشفى ما كاينش، المسؤولين ديالو راك عارف. خصنا نشوف هادشي، واش كاين شي، واش كاين هنا شي حاجه ماشي، واش هنا كاين شي واحد فوق القانون؟ واش وهاد الناس واش اذا كانوا كيديروا هادشي ماشي قانوني، هاد الناس اللي كيحجوا خص تجي السلطات ويجوا يقولوا لهم مالكم؟ ما كاينش اللي كيسول فيهم كاع، هانتوما كتغوتوا. ها العيد ها العواشر، هما ما مخلصينش دابا الشهر، وهذا الشهر الثاني، وكل ساعه كيجي كيدي وحده ولا واحد ويبدا عليه. والله يرضي عليك، وانت ولدي، وانا انتوما ولاد الشركه، وانت 14 عام ولا 13 عام ويردم فيه وتيقول له ولدي. وغيسني هذا الكونترا، نسني كونترا انا ماشي مخالفه للقانون، نسني كونترا فيها 15.55 الله يسخر درهم في الساعه، الله يسخر. عطيني السميك ديالي، وماشي تعطيني السميك، عطيني خلاص ديالي بناء على سي بي اس، بناء على ديكتار تحملات. يا انت كتشد مثلا هذا السيد اللي راه خدام شادو بواحد المبلغ وتتخلصوا بمبلغ اخر، وكيشيط لك الربح ديالاش كاع عاد الربح. هي شنو انت شنو دور الشركه اصلا؟ شنو الدور ديالها؟ شات كتقلب على الخدامه وتجيبهم ولا شنو؟ هادشي كاع انا كندخلوش فيه.
ومتصرف السينيسيس ما تعطيهمش ما تصرحش بهم السينيسيس ما تصرحش بهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تصريح عادي حقيقي واقعي كيفاش ما بغينا بزاف ديال الحوايج وما كاينش اللي جاوبنا وانا قلت لك المديريه الجهويه الشغل 15 يوم دتنا اراه صيفطنا الرساله ما صيفطنا الرساله جينا جلسنا معاهم جلسنا معاهم وقد صرح المعني بالامر والسلام عليكم ورحمه الله وسير انت موت سيدي واش غادي تمرف هذه الوقفات الاحتجاجيه الى ان يتم وحتى حتى حتى نموتوا ولا نمشيو للحبس انا قلت كما كتشاهدوا بطبيعه الحال الصريح ديال نقابه الاتحاد العام اللي شغالين الكاتب الاقليمي سيدريس ابلهاد حاضر هنا بنفسه بطبيعه الحال لمسانده هذه العاملات والعمال غناخذوا تصريحات بطبيعه الحال اخرى اللي نحاولوا ولا اننا نشوفوا المطالب ديال هذا الشغيله اللي كيشغلوا هنا عاملات بطبيعه الحال كيطالبوا بالحقوق ديالهم اللي كيكفل هذا الدستور المغربي ولا شيء غير ذلك ما بغيناش حاجه تطيح علينا من الفضاء من السماء بغينا غير الحقوق اللي كيكفلها الدستور المغربي نعم قانون الشغل واضح قانون الشغل واضح اذا غنواصلوا معكم متابعي مشاهدي قناه شوف تيفي وحنا معكم دائما في هذا البث المباشر اكيد كما كتشاهدوا معنا عاملات وعمال كيحتجون امام المستشفى بطبيعه الحال المطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة وبركة من الحقرة ومظلومين ومظهورين من طرف المسؤولين ومن طرف المسؤولين دوروا شوف شاد الحالة دوروا شوف هاد الحالة ويا صاحب الجلالة ويا صاحب الجلالة هذا المغرب وحنا المغرب وحنا كان دائما معكم في هذا البث المباشر متابعينا الكرام كتشاهدوا طبيعه الحال وقفه احتجاجيه ديال عاملات العمال هنا بالمستشفى كيطالبوا مجموعه من المطالب كتشوفوا مطالب فقط مع المحليه والقضائيه في التحقيق كتشوفوا غناخذوا تصريحات اخرى بعد لحظات متابعينا كما كتشاهدوا معنا نحاولوا نشوفوا تصريحات ديال عاملات العمال إذن دائما معكم قلت في التغطية الحصرية والمباشرة بهذه الوقفة الاحتجاجية التي يقوم بها عاملات وعمال على مستوى المستشفى الجامعي في هذه الحرارة المفرطة بطبيعة الحال لا زالوا يطالبون بإحقاق يعني المطالب ديالهم اللي طالبوا بها يعني أقل يعني أدنى شروط العيش الكريم هي أن خدموا بالسميك تخلصونا في وقتنا الكونتراتكم القانونية ما سنوش كونترال ربما احنا ما وظفناش عليها هذه المطالب ديالهم ما زال للأسف لم يتم استجابة للمطالب ديالهم نحاول نشوفوا طبيعة الحال عاملات إذا غنشوفوا متابعينا الكرام حنا معكم دائما في التغطية الحصرية والمباشرة بطبيعة الحال تشوفوا طبيعة الحال عدد كبير ديال العاملات العمال اللي كيحتجوا هنا وكيطالبوا ب يعني بالاستجابة للمطالب ديالهم خويا السلام عليكم السلام عليكم تحياتي لك حنا في بث مباشر السلام عليكم خويا شنو هي المطالب ديالكم بكل خير المطالب ديالنا تتكرر وقفه احتجاجيه باش كنطالبوا كنطالبوا اخويا حنايا بالحد الادنى للاجور ويطلقوا لنا ما كيخلصوناش لا مازال لحد الان مازالين ما تخلصناش لمده شهرين وهم ودابا كيطالبونا باننا نمضيو معاهم العقد الجديد اللي محدد المده وكيبتزونا بهذه الامور لحقاش راهم بحال مفروضه في حاله اننا مضينا العقد هذه عادي تطلق لنا الشهريه ديالنا وحنايا رانا هذا هو المطلب ديالنا لحد الان اننا نعيش الرحيم لا لا في كاين اللي قبلها حنايا دابا الناس الاقدميه ما قابلينهاش واللي ما قابلينهاش هما اللي حاليا واقفين والمطالب ديالنا راها باينه حنايا كنطالبوا بالعيش الكريم منه الحد الادنى للاجور حنايا جايين نخدموا جايين ندمروا كما كيقولوا المطالب ديالنا راها واضحه وما بغاوش يجلسوا معنا ويشوفوا المطالب ديالنا ما كاين لا مطالب لا والو المطلب الوحيد اللي عندنا لحد الان هو سنين الكونترا
ونشوفوا المطالب ديالك، من غيرها ما كاينش. حنا دابا عليها دايرين هاد الوقفات باش نشوفوا حل هاد الشيء، وكنطالبوا من الاداره بانها تعاوننا بانه يكون جسر تواصل ما بين الشغيله والاداره ديال الشركه، وحنايا كنطالبوا بالعيش الكريم منه لحد الادنى الاجور والحقوق ديالنا مطالب شرعيه. وهذا هو اللي كاين اخويا لحد الان، بارك الله فيك. نتمنى لنا الصوت ديالكم يوصل بطبيعه الحال. إذا المتابعين الكرام كما كتشاهدوا معنا لا زالت الوقفة الاحتجاجية مستمرة، غنشوفوا عاملات أيضا غيعطيونا التصريحات ديالهم. هنا بطبيعة الحال كما كتشاهدوا الاحتجاجات متواصلة وحالة ديال الاحتقان كبيرة اللي كاينة هنا بطبيعة الحال، لأن الناس كيطالبوا بالحقوق ديالهم العادلة والمشروعة. غنشوفوا بطبيعة الحال سيدة أخرى اللي غتعطينا التصريحات ديالها. أشوفوا الأستاذة حليمة الزومي. شكرا لقناة شوف تي في على المواكبة وعلى الدعم لهذه الوقفة التضامنية مع مستخدمات شركة المناولة إيزو، التي نحن اليوم بصدد يعني الاحتجاج على كل مبادراتها ومواقفها إزاء المستخدمين ديالها. المسجل بامتعاد الديكتاتورية اللي كتمارس بها هذه الشركة مع المستخدمين والمستخدمات، كذلك نسجل التجاوزات في القانون وكذلك ضرب في الحقوق ديال الشغيلة. كنعتذروا متابعينا الكرام على انقطاع الخارج للإرادة ديالنا بطبيعة الحال بسبب الارتفاع الكبير في درجة الحرارة. عدنا لكم دائما في هذه الوقفة الاحتجاجية من أمام المستشفى الجامعي الحسن الثاني، عمال بشركات كيحتجنا هنا، عاملات وعمال كيطالبوا بالحقوق ديالهم. وقفة احتجاجية ثالثة اللي طالبوا مجموعة من المطالب تحقيقها، للأسف اللي حدود الساعة مازال كيطالبوا يعني بضرورة التدخل. ناخذوا عاملة أخرى بطبيعة الحال. أجي أختي لهنا حتى ما يسخناش التليفون الشمس. أختي السلام عليكم. عليكم السلام. عامله هنا في المستشفى سياشي، مازال محتاجين لان مازال الشهر الثاني مازال ما توصلنا بالحساب ديالنا، مازالين تيبتزونا بالكونطرا نسنيوها، عاد يقدروا يدوزوا لنا السالير ديالنا. لحد المطالب ديالكم دابا؟ المطالب ديالنا هي ان كيفاش عامله داخل المستشفى ما خداش الحقوق ديالها؟ ما واخديش الحقوق ديالنا باش نبغيو ناخذوا كونجي، خصنا هما نهار اللي بغاو هما يعطونا الكونجي. الا بغينا حنا كونجي نعمروه ما يمكنش، ديما تيقول لك ما كاينش لي غومبلاسون، ما كاينش هادي، يعني هما فوق ما بغاو يقدروا في اي قيسه يعمروا الكونجي يخرجوا الكونجي. و سبيسيو ديكلاراسيون دو لا سي ان اس ديالنا ماشي هي هذيك، حنا تخدموا 26 يوم و تيديكلاريونا ب 18 يوم، ما بقينا فاهمين حتى شي حاجه. والكونترا اصلا الكونترا فيها شي حقوق اللي ما نقدروش اننا نسنيوها، ودابا حاليا تيبتزونا اننا خصنا نسنيوها، عاد داك الساعه تيدوزوا لنا السالير ديالنا. ودابا العيد وراك عارف مازال حتى الان ما توصلنا بحتى شي حاجه من الحقوق ديالنا. بيان سيغ غنبقاو، كاين اللي تشرى وكاين اللي تباع، ولكن حنا الحمد لله مازالين متضامنين اننا نبقاو حتى اخر لحظه تلقاو الحقوق ديالنا. ما لقيناش الحقوق ديالنا وانا نحاولوا حنا كاع نسمحوا في هذه الخدمه، يعني عادي تخلينا اننا نخدموها حنا مبعدلين ما نقدروش نبقاو فيها.